عودة محمد هنيدي للمسرح بعد غياب طويل كان مفاجأة للجمهور. المسرحية الكوميدية ثلاث أيام في الساحل هي عودة هنيدي للكوميديا والغناء. هو بيحب الغناء جدا، يعني في حتى في أغنية كده هيغنيها هو، انا سبت له كان التراك مفتوح وهو عمال يقول كلام كده بتاع، فسبته في الاغنيه هيبقى مفاجاه يعني للناس. تعالي لي وجيكي نرقص مكسيكي وكفايه يا كيكي عمرنا هرسوه. كما حرص عدد كبير من اصدقائه من الوسط الفني مشاركته احتفاله بالعرض. الف مبروك يا هنيدي، ان شاء الله تكسر الدنيا كلها. اقول له الف مبروك، وهو كل كرو العمل كوميديانات، انا شايف كوميديانات اهم الكوميديانات دلوقتي موجودين على الساحه. انت لو شفت كم الناس اللي جايه النهارده هتعرف ان هو فعلا الناس بتحبه. الف مبروك لكل لهنيدي ولكل فريق العمل. بقول له مبروك يا قمر، وميرسي انك انت، وميرسي انك انت عملت مسرح تاني، وميرسي انك انت بتحيي المسرح تاني. كنت اتمنى ان انا اشاركه بس انا ظروفي عشان عندي سفريات كتيره قوي السنه دي. عايز اقول لهنيدي مبروك على الرجوع للمسرح، وان شاء الله المسرحيه تكسر الدنيا. الف مبروك يا هنيدي، دايما متالق وجميل ومنور الدنيا، وتسعدنا بكل افلامك. ورجوعك للمسرح دي حاجه مفرحه الجمهور جدا، انا متحمسه ادخل اتفرج على المسرحيه. انا حقيقي كنا مفتقدينه، يعني انا كده حاسه ان انا مبسوطه، وبيديني امل ان شاء الله باذن الله المسرح القطاع الخاص المحترم رجع تاني.